أرحككم الليلة هعمل لكم أحلى شوربة لسان عصفور سودانية وعلى طريقة أمي. وتعالوا نشوف الوصفة، ما صعبة أبدا أبدا. أول حاجة بحتاج للسان العصفور، وهنا أنا من الحفاظة دي طلحت ربع كوباية من لسان العصفور. بطاطساية كبيرة الحجم قطعتها يعني على 3 أجزاء، وبعد كده خرطتها بالخراطة دي أو القطاعة دي. وطبعا هي عشان فيها خضار بحتاج إن أنا أعمل معاها جزر، وعندي جزر هنا كبيرة الحجم قطعتها برضو مكعبات كده صغيرة. وطالما هي شوربة الخضار أو لسان عصفور دي سودانية، لازم هحتاج كمشة من الشبت أو الشمار والخراطة التقليدية بتاعة يعني الملوخية. بتتذكروا خراطة دي زمان يا ما تعبنا فيها، بخرطها كده وفي الحلة ضفت ملعقة كبيرة من السمنة، سخنتها وضفت لسان العصفور ده، شوحته لحد تمديته اللون الذهبي الفاتح شديد. بعد كده ضفت الجزر لأنه بحتاج يعني تسوية أكثر، وشوحته مع لسان العصفور. وهنا ضفت برضو البطاطس وشوحتها، يعني بشوحهم لمدة كده 2 لـ3 دقائق ما أكثر من كده. نص ملعقة كبيرة من الدبس الفلفلية، وملعقة صغيرة من الثوم المهروس، وملعقة ونص كبيرة من شوربة الفجيتا. وهنا ضفت الشبت أو الشمار، وملعقة كبيرة من بهار تركي اسمه بيلبيبر، لازم تجربوه ده حق الفلفل الأحمر. ضفت لها الموية سخنة تقريبا 1.5 لتر من الموية، خليتها تغلي لمدة 15-20 دقيقة لحد ما تشوفوا البطاطس والجزر كده استود، لأنه احنا كنا محمر. تحصل عليه الليمون والشطة الحمراء، وممكن كمان تفتها بالرايس كيك، زي رهيبة جدا. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم يطلع إكسبلور ويصل 1,000,000.